القصة السابعة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية. إليكم أبرز العناوين. الجزائريون ينتخبون المجالس البلدية والولائية ونسبة المشاركة تناهز 35% عند إغلاق مراكز الاقتراع. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يصف انغماس دول عربية في التحالفات مع الكيان الصهيوني بالخيانة، ويؤكد أنها لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط. دول أوروبية عدة تعلن رصد أولى الإصابات بمتحور أوميكرون، ومنظمة الصحة العالمية تصفه بالمقلق. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المسبقة في الجزائر الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 35.97% عند غلق مراكز التصويت، بينما بلغت 34.39% بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية حسب ما أعلنت عنه السلطة المستقلة للانتخابات. وأوضح محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون. بالنسبة الوطنية عند غلق الاقتراع أن عدد الناخبين وصل 8,517,919 بنسبة المشاركة 95.97%، هذا فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية البلدية. فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية الولائية عندنا عدد الناخبين 8,145,226 ونسبة المشاركة فيما يخص المجالس الشعبية الولائية هي 34.39%. هذا وأدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واجبه الانتخابي في الانتخابات المحلية بمركز انتخاب غربي الجزائر العاصمة. وقال الرئيس الجزائري إن الانتخاب حق وواجب لكن ليس إجباريا، والجزائر تستكمل بالانتخابات المحلية مسار بناء مؤسسات الدولة. لحد الآن رانا نستكملوا في المؤسسات الانتخابية تاع الدولة، وانتم تعرفوا أن المؤسسة القاعدية الانستيتيشن دو باز دو ليتا سي لا كومين، كومين ومن بعد لا ولاية لي كوليكتيفيتي لوكال. هذه آخر محطة بالنسبة للبناء دولة عصرية، دولة مبنية بسواعد أبنائها هم اللي اختاروا المسؤولين، هم اللي اختاروا المسيرين. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية إنه يأسف لاتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن تهديد المغرب للجزائر خزي وعار. في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان، نأسف لأول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر، خزي وعار. اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن ما تقدم أو ما تقدم عليها قول بعض الدول العربية من تحالفات وخطوات عملية مع إسرائيل عمل مدان ومحرم شرعا. ووصف بيان الذي وقعته أو وقعه الأمين العام للاتحاد علي القرة
داغي انغماس بعض الدول العربية من بينها المغرب في التحالفات والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل، عمل مدان ومحرم شرعا وخيانة للعهد العمري والصلاحي ولحقوق الشعب الفلسطيني. من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني أن العلاقات مع إسرائيل لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط وصناعة العملاء. وقال العالم المغربي إن علاقة المغرب مع العدو الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل سنة، مجرد اعتراف بدولة الاغتصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، ولم تعد مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية، بل هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع العدو الصهيوني، وتفتح له كافة الأبواب، الاتفاقيات الشاملة والزيارات المتلاحقة وغزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر على حد وصفه. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة توقيع المغرب العديد من الاتفاقيات لا سيما العسكرية والأمنية مع الاحتلال، وقالت إن الأمر لم يكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع مهما كانت. وقالت حماس إن مكانة المغرب التاريخية ودور شعبه المعهود تجاه فلسطين والقدس لا يمكن أن يستقيم مطلقا مع التطبيع والتحالف مع العدو والإسهام في دمجه في المنطقة، وأن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويتنافى تماما مع إرادة الأمة والموقف القومي الأصيل للشعب المغربي الرافض بجملة لأي علاقات أو علاقة أو اتفاقيات مع العدو الصهيوني. أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها ستعمل على حشد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية لمواجهة القرار البريطاني بحظر الحركة بجناحيها السياسي والعسكري وتصنيفها منظمة إرهابية. يأتي ذلك بعد مصادقة البرلمان البريطاني على مشروع وزارة الداخلية البريطانية لاستصدار القرار. قبيل الاجتماع المنتظر في فيينا لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ترقب دولي لما سيتمخض عن الجولة السابعة للمفاوضات وسط محاولات للكيان الصهيوني لعرقلة أي اتفاق أمريكي إيراني. إلى مسار تفاوضي يحيي اتفاق لوزان أو إلى تصعيد جديد يؤجج التوتر بين إيران والغرب. يبدو أن الطريق نحو فيينا لإعادة إنتاج مثل هذه الصور لن يكون سالكاً ودونه عقبات قد تقلص فرص إحياء لوزان في فيينا. طرف آخر يدخل على خط الملف النووي الإيراني قبل أيام قليلة من توجه الخصوم والحلفاء نحو استكمال سابع جولات المفاوضات التي ستكون لأول مرة مباشرة، وهو كيان إسرائيلي يسعى لاحتلال مكانة في معادلة نووي إيران تحقق له هدف عدم تكرار ما يعتبره خطيئة كبرى في اتفاق لوزان 2015، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق ببنود جديدة لا تقيد المشاريع النووية الإيرانية فحسب، وإنما تشمل أيضا الصواريخ وأنشطة طهران في المنطقة برمتها. أهداف يضعها الكيان نصب عينيها ولا يتردد لتحقيقها في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية وفق تصريحات لوزير دفاع الاحتلال بيني غانتس، ضربة حذرت واشنطن حليفتها من أن تنفيذها سيكون له عواقب عكسية، واستهداف المنشآت الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه من طهران. أجواء مشحونة تتسيد المشهد بين إيران والغرب ألقت بظلالها على اللقاءات التي عقدها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان، والتي انتهت كما بدأت
دون تحقيق أي تقدم بين الطرفين، بل إن الوكالة أثارت مخاوف من تقدم البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على عمل المفتشين الدوليين. وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد من كورونا المسمى أوميكرون بالمقلق أمام ورود معطيات حول امتلاكه أكثر من 10 طفرات تعمل على إضعاف المناعة حتى للأشخاص الملقحين. في الأثناء تواصل دول العالم غلق المجال الجوي أمام الوافدين من جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها كاحتياطة احترازية. بعد كابوس دلتا يحل أوميكرون ضيفا ثقيلا على البشرية كمتحور جديد للعائلة التاجية من جنوب إفريقيا. مقلق هو الوصف الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بشأنه أمام ورود معطيات بامتلاكه أكثر من 10 نسخ تعمل على إفقاد الشخص مناعته حتى ولو كان ملقحا، ناهيك عن مخاوف من كونه أكثر سرعة في الانتشار من سابقه. جنوب إفريقيا أعربت عن استيائها من ردة فعل الدول التي سارعت لإيقاف رحلاتها الجوية نحوها، معتبرة الأمر ردة فعل مبالغ فيها استنادا لتحذير الصحة العالمية من العجلة في فرض قيود على السفر دون وجود أساس علمي لهذه القرارات. مخاوف عادت للأذهان إجراءات الغلق السابقة ومن جرى عنها من خسائر اقتصادية للأفراد والدول، قد تتفاقم هذه المرة أمام تزامن الأمر مع موجة خامسة في أرجاء أوروبا وسجال بها حول إلزامية أخذ اللقاحات من عدمها واحتجاج بعض الشعوب على ما أسموه استغلالا سياسيا للأزمة الصحية من المسؤولين لتمرير أجنداتهم. لم يطل الأمر كثيرا لتنعكس التوجسات على مؤشرات أسعار النفط، حيث تراجعت بنحو 10 دولارات للبرميل في أكبر انخفاض لها خلال يوم واحد منذ أفريل 2020. كما هبطت البورصات الأوروبية بنحو 3% في ظل تحذيرات العلماء أن السلالات الجديدة قد تكون أكثر مقاومة للقاحات الحالية، مما يقوض التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة. إلى الشأن التونسي الآن، إن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات معارضيه بتعليق العمل بالدستور عقب القرارة الاستثنائية التي اتخذها في وقت سابق. ونفى سعيد خلال لقائه وزير الداخلية اعتقال أي شخص على خلفية انتمائه السياسي أو المساس بالحريات الفردية، فيما اتهمته حركة النهضة بالعجز عن حل مشاكل البلاد وطالبت بانتخابات مبكرة. تتجدد الاتهامات والتراشقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيها. سعيد يرفض استهدافه من خصومه وينفي تعليق العمل بوثيقة الدستور، فيما يتهم أطرافا بخلق أزمات سياسية ويتوعد بكشف من وصفهم بالمتواطئين مع الخارج لضرب استقرار الدولة، علما مرة أخرى لمن يتناسى أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، لم يتم تعليق العمل إلا بالدستور نفسه بناء على ما نص عليه الدستور. وبالعودة إلى أوضاع الحريات في البلاد، أعاب الرئيس التونسي الاتهامات الموجهة له، مكذبا اعتقال أي شخص بسبب موقفه أو انتمائه السياسي، فيما أكد أن هذه الأطراف هي نفسها التي تتطاول على مؤسسات الدولة والقضاء سيكون لها بالمرصاد. يقولون كل يوم تقريبا أن هناك مسا بالحريات وبالحقوق، لم يتم المساس بالحريات ولا يمكن أن يعود التاريخ إلى الوراء. ويبدو أن الخطابات التصعيدية والصراعات السياسية لن تتوقف بين الرئيس التونسي ومعارضيها، فحركة النهضة تواصل انتقاداتها لقرارات الرئيس بسبب ما تصفه بالخيارات الغامضة والسياسات الارتجالية العرجاء التي يواصل العمل بها، وتقول إن إجراء انتخابات مبكرة وتنظيم حوار وطني مستعجل سيكون بداية لحل الأزمة الحاصلة. على صعيد آخر، يلقي التوتر السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس بثقله على الوضع الأمني، حيث شهدت العاصمة التونسية إحباط عملية إرهابية كانت على وشك استهداف مقر وزارة الداخلية. ويظهر جليا بحسب متابعين أن غياب الاستقرار السياسي يؤثر على توجه السلطات نحو مواصلة تجفيف منابع الإرهاب في البلاد.
أكد الجيش السوداني أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية، وكشف مصدر عسكري عن تسجيل 6 قتلى في صفوف الجيش السوداني بعد تعرض القوات التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.